ولا تجعل يدك مغلولة مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله جزاك الله خير أحسن الله عليك طب أنت تسجلها الحالة يعني والشيخ يا دكتور سكرتها ما أحسن أما تأخذها صح ولا تاني ما خلاص السلام عليكم حبيبي السلام عليكم حبيبي كيف أخبارك السيارة قريبة يقولوا بيحبوا بعض سامعني حضرتك عايز اي كتاب شتاء الان سبحان الله حبيب لابد تضعها في الشنطة كما هي وإلا تضمنها ولن تستطيع أن تضمنها نطلع على في مدينة اسكندرية ولا نطلع في لا ممكن نروح أوروبا شرقية وبعدها نحاول نرجع أوروبا شرقية أفضل حاجة لا بالله عليك بلغنا في التفسير إلى قول الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط أنا أردت أن أجعل الأخ الفاضل ما يقرأ هو ابن الشيخ محمد حسان فهو عنده نبرة جيدة فيها شيء من الحزن لذلك أردت أن يقرأ أسأل الله أن ينفع به الأمة الإسلامية على ضبط يعني قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك هذا العرب يقولون ذلك على مسألة البخل والبخل من أعظم أو من أسوأ صفات المرء احنا فسرنا هذه الآية والآية التي بعدها قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم هذا كان من عادة الجاهلية ولذلك حذر الله جل وعلا من عادات الجاهلية والعمل بعادات الجاهلية واعلم أخي الكريم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يغير أخلاق الجاهلية ويبدل أخلاق الجاهلية إلا ما وافق الشرع الحكيم فجاء النبي يبدل معتقدات الجاهلية كاعتقادهم في الكسوف والخسوف والنجوم والاستسقاء بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة في أمتي من أمر الجاهلية فيها الطعن بالأحساب الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب وفيها أيضا النياحة على الميت كلها من أمور الجاهلية وجاء النبي يغير شركيات الجاهلية ماشي سبحان الله فمن أفعال الجاهلية كما ورد لأنهم كانوا يقتلون أولادهم وأد البنات تعلمون أنهم كما بيّن الله جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قد قال بعض العلماء في قول الله جل في علاه ولا تقتلوا أولادكم أيضا يدخل في ذلك العزل، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل الوأد الخفي. النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل الوأد الخفي، وهذا يتمسك به ابن حزم ويرى، وهذه أيضا فيها ما فيها من الدلالة على حرمة الإسقاط حتى ولو خصبت البويضة بعد أسبوع ما يجوز تنزيله. ومن قال أن تعليق التنزيل بجوازه وعدم جوازه نفخ الروح، فنفخ الروح قد ورد في حديث حذيفة بن أسيد بعد 42 يوم فلا يجوز تنزيله. ومسألة العزل على ما جاء به جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ليس فيه جواز العزل، لأن هذا كان في الإماء، لأنه ما كان يريد أن الأمة تحمل فتصير أم ولد فلا يبيعها، وهو يريد أن يستفيد بها بيعا. فانتبهوا لذلك. أما الحرة فلا يجوز العزل عنها إلا بإذنها، وأيضا هذا الأمر لا يجوز لأنه مخالف لمقاصد الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكسروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. خشية هنا أهو العلة، هنا مفعول لأجله، يعني أنتم الآن تقتلونهم خوفا من الفقر، وهذه أيضا شوف السابق يعطيك الأمان على اللاحق. قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء، هذه فيها دلالة واضحة على أن الرزق بيد الله جل في علاه، فليس لكم أن تقتلوا أولادكم خشية الرزق لأنه مكفول، ولأن الله جل في علاه الذي خلق، فإذا خلق رزق فإنه لا يترك عباده قط. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فالرزق مكفول وضمنه الله لجميع خلقه سواء كان برا أو فاجرا. قال الله تعالى يا عبادي كلكم جاع إلا من أطعمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه، يشتمونه، ينسبون له الولد، يسبونه، يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيهم سبحانه جل في علاه. فقتل الولد كما قلنا سواء كان بالعزل أو بغير العزل على ما فصلنا هذا لا يجوز، وإن كان القتل خشية الفقر الإملاق فإن الله قد تكفل لكم بالرزق. إن الله جل في علاه تكفل لكم بالرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون ما من أحد إلا ورزقه سيأتيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. قال ولا تقتلوا، وهذا تحريم، ولا النهي، الأصل في النهي هنا التحريم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. في الآية الأخرى في العام قال نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، وإياكم من القتل أيضا، فإن الله جل في علاه قد تكفل لكم بالرزق ووعدكم به، والله جل في علاه إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى.
سبحانه. ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق نحن نرزقهم إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. إن قتلهم يعني قتلهم سواء كما قلنا العزل والوأد الخفي، لكن هي تتفاوت الدرجات، أو القتل بعد أسبوع يسمى قتلا، وطبعا لا يسمى قتلا إلا إذا كانت نفسا عشان أتكلم بحق يعني، لكن يأسم بذلك يأسم بذلك. يبقى إذن في قوله تصريحا إن قتلهم، يبقى إذن بعد نفخ الروح، لا يكون قتلا إلا بعد نفخ الروح، ونفخ الروح في الغالب يكون بعد 120 يوما، وقد يكون بعد 42 يوما لحديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه وأرضاه. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، كان ذنبا عظيما. وقال ابن عامر كان خطأ، وقد يكون الخطأ بمعنى الخطأ وهو الإثم، لكن هذه مبالغة في الإثم، يعني إنه كان ذنبا وحوبا كبيرا. قال إنه إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا حسما للمادة وسدا للذريعة. ولا تقربوا الزنا باب حسم الوسائل، وهذه قاعدة عامة في كتاب الله جل في علاه تحقيقا للمقاصد. الزنا من الكبائر، والزنا لا يكون زنا حقا إلا بالإيلاج، إيلاج الفرج في الفرج، هذا الزنا. ولكن سمى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمات الزنا زنا من باب الوسيلة نزلت منزلة المقصد لحسمها وسدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه كتب يا رب كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، فم يزني وزناها القبل، إلى أن قال والفرج يصدق هذا أو يكذب، يعني إذا أولج قد صدق ذلك، وإن لم يفعل فما صدقه بل كذبه. نعم، يعني ما كان زنيا، أما إذا أولج قد كان زنيا. وكما قلت بأن ابن عباس قال عن أبي هريرة ما أسعدني، وقال أبو هريرة في قول الله على الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال من اللمم القبلة، من اللمم القبلة. قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أظن في سورة النساء عن المحارم قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، زيادة في العقوبة. قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والفاحشة هي الكبيرة، الفاحشة هي الكبيرة، وكل ما يستقبح فاحشة. قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفيها سوء الحال وسوء المآل، في قول الله جل في علاه إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وفيها سوء الحال وسوء المآل. فمن أتى من هذه القاذورات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة الله،
وإلا فهو في المشيئة إن شاء الله عذبه إن شاء تاب عليه سبحانه جل في علاه. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. القتل من أعظم الجرائم ومن أكبر الكبائر، سالة الدماء البريئة عند الله عظيمة، والمؤمن له قيمة عند ربنا جل في علاه بوزن السماوات والأرض وأثقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم، وقال لو تكالب أهل السماوات وأهل الأراضين على سفك دم امرئ مسلم أكبه الله في النار ولا يبالي. وقال الله جل في علاه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. وقال ما لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فإن أصاب دما حراما بلح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن طيب في 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 كده وهمت وهما عظيما أنا كنت جالس كده لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه أعتذر وهمت أنا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيب الزالب والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. زي قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، طبعا هذا منطوق وله مفهوم، أي يقتلوا النفس التي لم يحرم الله جل في علاه، وهؤلاء الحربيون الذين يحاربون دين الله جل في علاه ويسفكون دماء المسلمين أباح الله دماءهم وما جعل لهم حرمة ولا كرامة، كما قال اقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قال ومن قتل مظلوما ليس بولي حق من الثلاثة التي ذكرها الله جل في علاه، قال فقد جعلنا هنا حق الورثة، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. والسلطان هنا قال العلماء الحجة، له الحجة في القتل هنا وحق له. وقيل فقد جعلنا له سلطانا، فقد جعلنا لوليه سلطانا، قال جعل له السلطان والحاكم الوالي ينصره وينصفه ويأتي له بحقه ويأتي له بالقصاص. وهذه فيها أيضا دلالة على عدم وجوب الافتيات على ولي الأمر، ففيها حرمة الافتيات على ولاة الأمور، وأن القصاص منوط هم أدركوا وهمي فراجعوني جزاهم الله خير. طيب فهنا القتل منوط بولاة الأمور، القصاص منوط بولاة الأمور ولا افتيات على ولي الأمر، ولأنه لو ترك لنفسه في القصاص لتعدى وظلم، ولذلك قال فلا يسرف في القتل
ومعنى قول الله جل في علاه فلا يسرف في القتل يعني لا يقتل فوق القتل. وكانت عادة عند الجاهلية وجهاء الناس إذا قتل لهم قتيل لا يكتفون بقتل القاتل فقط بل يقتلون فوق القاتل يعني كثر. وأقرب مثل لذلك الحرب التي مكثت 40 سنة من أجل جمل، حرب البسوس من أجل جمل، وكان القتل أخو القتيل أعمل القتل فيهم جميعا كاد يبيدهم جميعا، فهذا إسراف في القتل. ومن الإسراف في القتل أيضا الإيلام قبل القتل والتعذيب قبل القتل. قال فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا من قبل الله جل في علاه، جعل له الحق وجعل له ولي الأمر يأخذ له الحق، وهذا من الله جل في علاه إعطاء للحق لأصحابه. قال فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، استدل بها ابن عباس رضي الله عنه وارضاه على ظهور معاوية لأن معاوية كان ولي الدم. قال وقد قال الله في ولي الدم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الفوائد المثبطة: وجوب مفارقة الجاهلية، وجوب مفارقة الجاهلية، الرزق مكفول فلتطمئن قلوب المؤمنين، الرزق مكفول، قاعدة سد الذرائع، الجرأة على الدماء البريئة هلاك، حرمة الافتيات على ولاة الأمور، العدل من جاد، العدل من جاد.